لضيفيك الكريمين. تاهيتي ومنتخب جزر سليمان لقاء تحديد المراكز في هذه المجموعة وتفادي منتخب نيوزيلندا في الدور نصف النهائي. مباراة جديدة، الأمور لم تحسم بعد، انطلاقا من الساعة 8 في استاد حمد الكبير وكذلك استاد زحيم بن حمد. المواجهتين الأخيرتين في المجموعة الثانية، منتخب نيوزيلندا كان فاز على بابوا غينيا الجديدة 1-0 في الجولة الأولى، فيجي فاز على كاليدونيا الجديدة 2. لهذا قلت الحظوظ ضئيلة والطموح كبير. وهذه كرة خطيرة لمنتخب جزر سليمان، كرة للهدف الأول والحارس. خطيرة كانت الكرة، خطيرة كانت الكرة الماضية على دفاع جانب ويليام كوماسي وراء الدفاع، يستلم كرة ثم محاولة للتمرير، الحارس كان ممتاز. ناريان من فيجي مساعد أول من كاليدونيا الجديدة، هذه كرة خطيرة، فرصة للهدف الأول، جول 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 جول، 1-0، هدف أول يأتي في هذه اللحظات. رافائيل منتخب تايتي، استرجاع للكرة ممتاز، لمسة، مهارة، توغل وكرة في المرمى، 1-0. رافائيل ليالي كرة الهدف الأول تأتي. إذن مشاهدين كذا مر في وسط دفاع منتخب تايتي وهكذا سدد وضع الكرة بين ساقي الحارس تيافي تيامو تويتر سليمان في هذه المباراة المهمة، مباراة تحدث، والهداف هو كاكام فيني مهاجم نادي كوزا، 13 هدف في 26 لقاء. وكرة بنيران لحارس صاحب 26 عام، كرة ملعوبة من جانب كيك مرفوعة، يتدخل، عادت من جديد، محاولة، كرة راسية خطيرة، فرصة للتعادل، نعم نعم يأتي التعادل، هدف التعادل لمنتخب تايتي، دربكة في الدفاع ويتمكن المدافع ألفين تيتو من تسجيل الهدف الأول لمنتخب تايتي، هدف التعادل. يأتي الرد سريعا لمنتخب تايتي بعد ركنية وارتباك في دفاع جزر سليمان، كرة عايدة، شوف الراسية، ثم كان تليقا المدافع ألفين تيهو يتمكن من تسجيل هدف التعادل. عادت الأمور إلى بدايتها، عادت الأمور إلى نقطة الانطلاق، هدف التعادل برأسية ألفين في تنفيذ التماس، كرة طويلة في منطقة الجزاء، الرأسية من جانب تيهو، إبعاد من دفاع جزر سليمان، وكرة قوية على الطاير من جانب ماتيا باما، ممتازة جدا كانت الكرة الأخيرة. شوف الاستقصاء، سامويل غارسيا يتحدث مع لاعبيه يقول لهم اقتربوا، كرة للثاني تضيع مرة أخرى، فرصة جديدة من فران هابي بي يهدر كرة الثاني، محترف فودا الكرواتي في دان، كرة ممتازة من كالو، كالو كالو يلعب مع رافائيل، رافائيل 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 في المنطقة، تسديدة على القائم، على القائم من رافائيل. مباراة مفتوحة هجمة بهجمة، هذه الكرة الأخيرة من رافائيل، أخطر مهاجم في تشكيلة الطرف الأيمن، هذا هو رافائيل، سدد قوية في القائم. لم يشاهد الجهة اليمنى، انطلاق لمنتخب تايتي، فرصة للهدف الثاني، محاولة قبل نهاية الشوط الأول، فرصة للتسديد، يسدد خطيرة، ما زالت الكرة والخطر، وهدف ثاني يضيع، هدف ثاني، هدف ثاني ضاع، ثاني كان قريب منه ألفان تيهو، كرة في الدفاع مرة أولى، ثانية فتسديدة ثالثة بعيدة عن القائم الأيمن للحارس فيليب مانغ. منتخب جزر سليمان في الدقيقة الأخيرة، فرصة، محاولة خطيرة، هذه الكرة خطيرة خطيرة، والحارس يتصدى، يتصدى تيافي يمنع، هذه فرصة الهدف الثاني، فرصة كبيرة لمنتخب سليمان، جزر سليمان، نعم. مصر على جزر سليمان. كابتن رائد،
ركلات كونتر اتاك فيها خطورة على دفاعات نادي تايتي، خطيرة هذه الكرة، انطلاقة سريعة، فرصة محاولة للثاني رافائيل، جول 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 جول. من البداية كانت توحي بالخطر، لا يرفض الهدية، كرة رائعة ممتازة، استلام بيسرى، تسديد باليمنى، هدف ثاني لمنتخب جزر سليمان، انتظر ترقب ثم وضع الكرة في الشبكة. 2-0 جية لإذفاء دماء جديدة، وهذه كرة خطيرة، تسديدة من تيهو، هذا لاعب الخبرة، 24 هدف في 32 مباراة. كرة للحارس فيليب مانجو، هناك ممكن إمكانية لتشبيب هذا الدفاع، عادت لإيدي كاسبار، التمهيد، فرصة، محاولة للتعديل، خطيرة تياوني تيهو، هذه الكرة، شوف اللمسة، تسديدة كما جات من جانب المهاجم تيهو. تراتاك يشكل خطورة على دفاع نادي تايتي، على منتخب تايتي، ميكا ميكا ممتازة للتمريرة، فرصة للثالث، فرصة فرصة فرصة، جول 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 جول، هاتريك رافائيل، خلصها رافا، خلصها رافائيل، نعم خلصها خلصها خلصها. 0 أي هجمات وأي كرات مرتدة لمنتخب جزر سليمان، وأي شوارع في دفاع منتخب تايتي. كرة ممتازة كانت من جانب أدريان مارا إلى رافائيل أمام شباك خالي، هذا الكرة في الشباك، رافائيل ليالي، 3 منتخب تايتي 0، ثلاثية نظيفة دارت المجموعة الأولى عن جدارة واستحقاق. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with me.